هذه الندوة التي يقدمها المعهد العالي للإعلام والاتصال تدخل في إطار النقاش الدائر حول مدونة أسرة وحول التعديلات التي ينتظرها الجميع. سيدنا مولانا محمد السادس باعتباره أمير المؤمنين كلف لجنة لجمع الآراء وسبرها ثم اقتراح تعديلات لعرضها بعد ذلك على أنظار مولانا أمير المؤمنين. اللجنة الآن تقوم بدورها، ولهذا نحن فقط نتحدث ونناقش المواضيع التي هي مواضيع نقاش، من ضمنها مثلا ما يتعلق بكثرة الطلاق الذي يرجع إلى تقسيم الطلاق إلى طلاق الشقاق وطلاق الاتفاقي. عدد من الزيجات الآن تتفكك بسبب طلاق الشقاق الذي يلجأ إليه كثير من الأزواج والزوجات لكون مسطرته أسهل المساطر هو الطلاق الاتفاقي. أيضا قضية ديال الولاية الشرعية، الولاية الشرعية ما يتعلق بحقوق الأطفال وحقوق الأم وحقوق الأب. أيضا من الأمور التي هي محل نقاش ما يتعلق بالزوجة الثانية والثالثة والرابعة. أيضا من الأمور ما يتحدث عنه الناس بالتعدد. أيضا من الأمور التي هي موضع نقاش زواج القاصرات. ثم هناك أيضا قضية الإرث، فهذه كلها أمور تتم مناقشتها في واحد الجوم من الاحترام وديال التقدير المتبادل وفي واحد الإطار اللي حددوا سيدنا، هو أننا لا نحلل حراما ولا نحرم حلالا، وأن النص القطعي الدلالة لا يمكن تجاوزه بحال، وأن العمل الاجتهادي يكون مبنيا على المقاصد وعلى الواقع وعلى المآلات. هاد الندوة اللي كتقدر اللي كينظمها معهد شابات وشبان معهد الصحافة والإعلام هي مهمة جدا في السياق الحالي اللي فيه تفتحات ورش زعما نقاش حول مدونة الأسرة والتعديل وتغيير جذري لمدونة الأسرة. الحركة النسائية كطلب بأن يكون تغيير جذري، لأن الآن ما خص القوانين هي مدونة الأسرة وهي قانون وضعي. إذا القوانين خصها كتغير كتماشى مع تطور المجتمع، والآن الأسرة المغربية تغيرات وتطورات، والمرأة المغربية كذلك عرفت التطور من ناحية المسؤولية سواء داخل الأسرة أو خارج الأسرة. إذا احنا بغينا دابا الآن المطالبي هو أولا مدونة عصرية تتماشى مع روح مع العصر، وثانيا مدونة في اللي هي كتماشى مع روح وفلسفة الدستور ديال المغرب اللي هو اللي هو أعلى وأسمى سميتو قانون في البلاد. إذا هنايا ضروري من أن يلائم هذا القانون الأسرة ما جاء في مدونة في دستور البلاد، سواء في المادة 19 اللي كتنص على المساواة في جميع الحقوق، ولا في المادة 32 اللي كتقول على حقوق الأسرة. وحنا كلنا زعما حنا في إطار هذا النقاش والمخرجات ديالو حنا كنبقاو متفائلات ولا متفائلين كحقوقيين وحقوقيات بأن الرئيس السديد ديال العاهل المملكة البلاد سيحسم في هذا النقاش وهذا الجدل، لأنه هو له الكلمة الأخيرة في إعطاء رأيه فيما يجيء بالتعديلات.